السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. لقاء جديد وكيفية جديدة. وصفتنا اليوم كيفية تحضير كبدة مشملة على طريقة لي شيف والمطاعم الفخمة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها بهذه الكيفية. منساوش نرحبوا بجميع المشتركين اللي دخلوا معنا جدد، ونقول لكم إن شاء الله محتوى القناة تعجبكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد، ومشاهدة طيبة للجميع. اذا عندي هنا بالضبط 500 غرام ولا رطل تاع الكبده اللي كنت قطعتها الى شرائط او قطع هكذا بالطول. هاد التقطيعات تلقاوها دائما في المطاعم الفخمه ولا في لي زوتيل، فتشوفوا هاد الطريقه تاع الكبده. من بعد ما قطعتها جبت هنا المقله تاعي، حطيت فيها كميه قليله تاع الزيت، وحطيت عليها ربع فصوص تاع الثوم اللي كنت حكيتهم بهذا الشكل. نبدا نقلي هكذا على نار هادئه الى متوسطه الثوم تاعي مع الزيت. ونضيف ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. هنا ما نستعملوش الطماطم تاع الحب، نستعملو الطماطم المصبرة، تعطيكم لون وتعطيكم تاني قوام، يكون القوام تاع الصلصة تاعنا ثقيل. نبدا نحرك فيها هكذا ونقلي فيها شوية مع هداك الثوم. ونمرق هنا بكمية تاع الماء سخون او ماء مغلي، تقريبا واحد الكاس هكذاك، ما كتروش بزاف، ونخليه يغلي بهذا الشكل. نحركه طبعا. ومن بعد نضيف الملح على حساب كميه الكبده اللي راني دايرتها، نضيف شويه تاع الكرويه، ونضيف شويه تاع الكركم اللي راح يعطينا اللون صافي للصلصه تاعنا. هنا كيما لاحظتوا ما ضفتش الفلفل الاسود، راح ندير شويه تاع الهريسه او الصلصه الحاره باش تجيني نوعا ما حاره. اذا حبيتوا تاني تضيفوا ربع ملعقه تاع العسل او السكر راح يكاسي لكم هذيك الحموضيه تاع الطماطم، تاني تقدروا تضيفوه. نحرك المكونات كما راكم تشوفوا، ومن بعد ننزل هنا الكبده تاعي بعد ما ضفت هنا ورقه الرند طبعا باش تعطينا تاني انغو بزاف شباب. ننزل هذيك الكبده اللي كنت قطعتها هكذا الى شرائط بالطول، نحركها، ومن بعد نغطي هذاك الطاجين ولا المقله تاعي ونخليها تطيب على غطها تقريبا واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه. وطبعا ما تنساوش المقله تاعكم دو طون طون تفقدوها، وحركوا هذيك الكبده. واذا شفتوها نشفت من الصلصه او من الماء، ضيفوا لها كميه قليله تاع الماء مغلي وخلوها تكمل طيبها. بعد ما طابت الكبده كما راكم تشوفوا، خليت لها هنا شويه تاع الصلصه خاصه للناس اللي تحب التغماس، ونحيت هذيك الورقه تاع الرند باش ما تزيدش تطلق لي، جوست تعطينا هذاك لوكو. من بعد نحوها نرموها ونخلو هذيك الكبده كما راكم تشوفوا لحين التقديم. تقدروا تضيفوا لها شويه تاع عصره الليمون، تقدروا تاني تحطوا الليمون معها اللي حاب يدير قدامه، وشوفوا الصلصه تجي صافيه وتجي خاطره ومن اروع ما يكون. هذه هي طريقة تحضير الكبدة مشملة على طريقة المطاعم الفخمة. إن شاء الله عجبتكم هذه الكيفية. نشكركم على حسن المتابعة، ما تنسوناش بلايك وبارتاج. إلى اللقاء في وصفات أخرى بإذن الله.